السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد ميلاد الباز بيه، باز بيه مين؟ الباز بتاع المخدرات. تخيل حضرتك كده لو انا عديت عندك النهاردة لقيتك عامل احتفال بعيد ميلاد الباز بيه، انا طبيعي هقول ايه؟ هقول يبقى انت ببساطة يا انت تاجر مخدرات، يا انت مدمن مخدرات، يا اما انت بتتعامل معاه بتورد له مخدرات، يا بتوزع له مخدرات. اكيد انت ليك علاقه بالمخدرات عشان كده بتحتفل بعيد ميلاد الباظ بيه، ده الطبيعي. طيب لما اجي النهارده تعرف ان في واحد زنى بواحده واهل المدينه عرفوا ان هو زنى بيها، ولما عرفوا قتلوه. فجي بعض الناس قالوا احنا الشخص ده هنعمله رمز لينا ونحتفل باليوم اللي اتقتل فيه. جميل. فالراجل ده كان اسمه فالنتاين، فعملوا اليوم بتاعه اسمه فالنتاين دي، يوم فالنتاين. فلاقيك انت برضه بتحتفل باليوم ده، يبقى ايه؟ يبقى يبقى انت يا اما بتشجع الزنا، يا موافق عن الزنا، يا مشارك في الزنا، يا والعياذ بالله وقعت في الزنا، يا بتدعو للزنا. ما هو طبيعي 100% زي ما بتاع البهز بيه كنا بنقول عليه كده، برضه هنقول على بتاع الزنا كده، طبيعي. طب هل انت كده؟ لا الحمد لله. انت عمرك زنيت؟ لا. بتحب الزنا؟ لا. بتقبل الزنا؟ لا. بتقر الزنا ولا اي حاجه؟ امال يا ابني بتحتفل بعيد ميلاد الراجل بتاع الزنا ليه؟ يعني ما تفهمني. طيب لا اله الا الله. يقول لي اصل عشان ده الحب. يا سيدي ايه علاقه الحب بان انت ربطته بالشخص اسمه فالنتاين؟ يعني مفيش منطق. انت ربطته بالشخص ده، والشخص ده هي دي قصته، وعشان كده اسمه فالنتاين ده، اليوم بتاع فالنتاين، اليوم اللي فالنتاين اتقتل فيه يا عيني. فاحنا بنقول لك اذا كنت مش قابل عيد ميلاد الباظ بيه، هتقبل عيد ميلاد فالنتاين؟ يعني ينفع يرضيك؟ طبعا بقى، غير ان طبعا فكره ان احنا متفقين على ان الاعياد عباده لا يشرعها الله سبحانه وتعالى، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اليهود بيحتفلوا بيوم، ف ما شاف اهل مد... اهل م... اهل المدينه اسف بيحتفلوا بيوم، فقال لهم ان الله ابدلكما بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الاضحى. يعني خلاص بقى قاعده من النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي ربنا هو اللي بيختار الاعياد، هو اللي بيقرها بعيد ده وعيد ده. والا لو من باب اولى، هل بالمنطق نحتفل اولى باليوم اللي كان بيمثل رمز للزنا والراجل الزاني، ولا نحتفل مثلا بيوم المسلمين فتحوا فيه مكه، المسلمين انتصروا في غزوه بدر، ربنا شرع الصلاه؟ يعني في امور عظيمه. هل في اعياد؟ يعني هل في عيد في يوم ان ربنا عز وجل شرع فيه الحج؟ الحج ده ايه؟ الحج ده اللي هو بتروح ربنا بيغفر لك ذنوبك كلها، يعني حاجه مفيش بعد كده. الصلاه اللي ربنا عز وجل بيكفر لك ما بين الصلاتين، من كل صلاه وصلاه ربنا بيكفر لك ذنوبك. يعني بص، يعني دي بقى حكايه. يبقى لو هنحتفل من باب اولى، لو حطينا احتفال نحتفل بالزنا ولا بمغفره الذنوب؟ نحتفل بمغفره الذنوب. طب اذا كان مغفره الذنوب ما فيهاش احتفال، نقوم نحتفل بالزنا يا راجل؟ يا راجل يعني قولي بس. عامة بنقول باظ بيه، كل سنة وانت طيب يا باظ بيه. السلام عليكم.